الشوار شباب. هاي الشوار عديد شدوا فيها الحارة قوام. يا بي مشكلة كبيرة كتير كبيرة كتير يا بي. مشكلة شو أبي؟ رجال أبو النار سرقوا شوال قمح من عبده يا بي. إيه وخالي أبو شهاب لم رجال وراح على حارة أبو النار. أنا راجع على الحارة يا بي. عدس استناني شوي يا بي رايح معك. هيك اخذوا شوال كمان. بعرف. بتعرف حكي؟ ايه ابو شهاب ما ببيتها بس راحت عليهم. ماجد وينه؟ ومسكر محرسه كمان. ها هي صفيته جاي من ناحية المضافة عديد. ايه والله قلبي مو مطمئن. طيب خلينا نفوت نشوف شو صاير عديد. هلأ خلصونا وخلينا نتكسر بلا ما يحس عينا ابو ماجد. بيكون احسن. يلا ماذا يوجد في هذا الكيس؟ هذا الكيس لي.
طلبتوا مني قلم قايل بس مو هلا على راس الشهر. ليش ابو شهاب؟ عم اقول لك لازمني كميات كبيره وقد ما كان انا شره والدفع شندي. قبل راس الشهر ما بقدر بيع، الناس لسات عم تمون، بجوز يجي له شي واحد بده رطل رطلين ثلاثه فول ولا عدس، ما بجوز من الله اني ما لبيه. عدم المؤاخذه اكل هم الناس اللي تمونوا واللي ما تمونوا، بيعه وجايتك على البارد المستريح، بيع وخلص. عمي انا بطلت بيع. بس يا كلام شكلين ما بحكي وكلمتي ما بتنيها. الله معك. شي العالم هاي عاد في حدا عنده جنس الضمير هالايام؟ على راسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين يا ابي. شو ما اجى سمعون؟ لا والله يا ابي ما اجى. يا عم والله شغل لي بالي هالولد. يا ابي مريت لعنده على البيت وسالت عنه؟ مريت وما لقيته. السلام عليكم. اهلين بالخواجه سمعون. وين كنت ولا احكي لشوف؟ معلمي انا كنت بالبيت. كذاب! هلا رحت لعندك على البيت وما لقيتك، احكي لشوف، وين عم تروح؟ ليش عم تاخر؟ والله يا معلمي انا بشير. امرك يا ابي. حضر لي الخيزراني والفعلي رجليه، فوت لجوا ولا؟ يلا فوت لجوا. لك 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 يا معلمي اخيرا خلص بحكي. نزلوا رجليه، احكي ولا؟ وين عم تروح؟ عم روح دخين. عم بتدخن؟ عم بجرب تتون معلمي وهي الكيس. الله لا يعطيك العافية، معناتها كلام بشير مزبوط، عم تمد ايدك على الغلة. والله العظيم يا معلمي ما عاد عيدة، والله العظيم ما عاد عيدة. لا حول ولا قوة الا بالله. ولك مو عيب لك سمعوا الدخين؟ بسيطة، لك طلع على بشير تطلع، ولك شب مشورب ما بيدخن. هل عم بتدخن انت التاني ولا؟ لا اعوذ بالله. شو عم دخن يا بي؟ اعوذ بالله. هو مخسر رجليك ولا؟ والله يطعمك تتاخر على الفرن، او ادرى انه ما عم تسمع كلمه امك او تعذبها. نلع من شيء نلع. امرك امرك معلمي. دخيلك يا الحمى دخان. عوض راسك كل يا الباب، خلصنا عزل يومي. امرك عقيد؟ بدك شي عقيد؟ انا رايح على البيت. خليك ابو غالي تتعشى معنا بعدين بتروح. الله يرضى عليك نطلي على المطبخ. شكل لي اللحمات بسياق مع البصلات وشعل الفحمات. بدنا نصطيج شوي بعد كل المد. على نافوخي عقيد، على نافوخي. براء ساعدوا ابو غالي بالمطبخ. روح. امرك معدي؟ ايه اخي نفسك. ايه بريد مانا دواء. صح. هو أبو سلاح عنا بالحارة ما في، وإذا بدكن تفتشوها ما رح تلاقوا شي، وإذا أصريتوا على تفتيشها غرف الحريم بالبيوت ما بتدخلوها نهائيا. نصيحة مني عشان تطلعوا من الحارة سالمين. شو هاد يا معلمي؟ شو هاد؟ والله ماني مصدق اللي صار، يعني لولا الزعيم الله يطول بعمره كانوا العناصر فتشوا الحارة بيت بيت ما في كلام. إيه قسما برب العباد حسيته لهذا رئيسهم أرنب بأرضه لما الزعيم حكى هالكلمتين. لكن يا عبد لكن، لك هذا أبو صالح سيد رجال الحارة وكبير زعامات الشام، عشان تبقى تحكي لأولادك. أحكي لأولادي؟ هيا معلمي، مينو هذا اللي بده يصاهر واحد اندبوري مثل حكايتي ما في بجيبته البترن؟ حاله تتجوز يا درسان ما هي؟ يعني معلمي انت بتعرف الحيله والفتيله، يعني الحاله. خلاص عبدو خلاص، تريك هالموضوع علي، جوازتك علي كلها باذن الله. لك الله يديمك يا معلمي، لك خلينا هيك يا عبدو. لا انت بعدك بنت ولادي. الله يرضى لي عليك، روح شوف شغلك وان شاء الله ما بصير الا خير. روح روح. امرك امرك معلمي. حليف على المصحف الشريف انك ما نزلت على بيت ابو ابراهيم ولا سرقت ذهباتك. حليف
حليف حليف. لك شو قصة الكوبسي؟ لك ما هذا عرفنا شو هالحكيات. انتبه الله على الشغلة، احسن شي فوت نام جوا.